ينضم إلينا من عمان هاتفيا السيد سامح المحاريق، الكاتب والمحلل السياسي الأردني. كيف ترى إذن اختيار عمان كأول وجهة لرئيس الوزراء العراقي بعد توليه منصبه؟ بداية، كانت عمان هي الوجهة الأولى لرئيس الوزراء العراقي، نتيجة لأن عمان كانت العاصمة الأكثر قلقا أو الأكثر متابعة والأكثر اهتماما بهوية الرئيس القادم العراق بعد حكومة الكاظمي، حيث كانت حكومة الكاظمي هي الأكثر انفتاحا على عمان والأكثر تعاونا مع عمان، وكان الاندماج في المشروع الشام الجديد مع عمان والقاهرة عاملا مهما. الأردن عولت عليه كثيرا واستثمرت كثيرا. الأردن بلد قريب من العراق، يوجد بينهما تاريخ طويل من التعاون. كانت العراق عمقا للأردن في مرحلة من المراحل، والأردن عمق للعراق منذ الحرب العراقية الإيرانية في بداية الثمانينيات. فالبلدين مصالحهما الاستراتيجية متشابكة ومعقدة وتاريخية. فبالتالي مجيء رئيس الوزراء الجديد محمد شجاع السوداني إلى الأردن كان يعني أنه هناك نية لاستكمال ما تم التوافق عليه، المشاريع المستقبلية، كان إعادة إحياء أو جرس ولنقل إطلاقا جديدا لمشروع الشام الجديدة أيضا مع مصر، حيث من المعروف أن الأردن ومصر تواصلهم التاريخي أيضا، وفي هذه المرحلة تواصل استراتيجي. فالكلمة التي أطلقت من رئيس الوزراء العراقي الجديد أننا نحن ملتزمون بتعهداتنا الإقليمية، ملتزمون أيضا بأن يكون لنا مشاريع جديدة في المنطقة، أن ندخل في ترتيبات الإقليم البعيدة. يكفي ما أضعناه من الوقت، والعراق يعتبر ثقبا أسود سواء أمنيا في المرحلة الأولى ثم اقتصاديا ثم المشاكل السياسية فيه. يبدو أن النية موجودة في العراق في هذه الفترة كما لم تكن موجودة من قبل، والأردن دائما مستعد لدعم الإخوة بالعراق نتيجة الجوار الجغرافي والعلاقات المتواصلة بين البلدين. نعم، ما الذي يمكن أن يقدمه الأردن للعراق في سبيل دعم استقرار العراق، وخاصة أننا كنا نتحدث في مكالمة سابقة عن وقائع فساد اكتشفت في العراق متوغلة للغاية في بعض المؤسسات، هل يمكن أن يساعد الأردن في دعم العراق ولو سياسيا ليكون أكثر قدرة على أن تكون له إرادة سياسية تفعل في سبيل القضاء على هذه الشبكات من الفساد؟ بداية خلينا نتكلم عن رأس المال البشري الأردني. العراق بعد قانون إخفاء البعث والإجراءات التي اتخذت بعد الغزو الأمريكي، تم هناك تجريف للإدارة العامة وللمؤسسات الدولة العراقية الشقيقة للأسف، ولكن أيضا الظروف مع الظروف الأمنية لم تكن كافية لتأسيس جيل جديد من القياديين العراقيين على المستوى الإداري. فبعتقد الأردن واحدة من الدول التي تستطيع أن ترفض العراق بحاجاته من المهنيين والمختصين على هذا الصعيد في مختلف عمليات إعادة البناء وهيكلة المؤسسات مرة أخرى، لتكون مؤسسات فاعلة تقوم على أسس من الشفافية والإيجابية. هذه نقطة مهمة جدا أعتقد العراقيين يضعونها في بالهم. تبقى الترتيبات الإقليمية، وكما قلت هي ترتيبات تتم أيضا مع مصر. يوجد عملية إعادة تمركز، يمكن حاليا نقول أن استمرار العراق في الشام الجديد يأتي أيضا كنقطة تثير التفاؤل بعد لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي عبد رجب طيب أردوغان في الدوحة. فنحن نقول أن المنطقة تتجه للخروج قليلا من المحاور. يوجد تعاون أيضا بين السعودية وقطر بشكل لافت، الرسائل الدافئة التي أرسلت على هامش بطولة كأس العالم. فنحن نقول أنه اليوم يعني المنطقة على حافة أو على خطة انتقالية للتحولات. الأردن ومصر يلعبان دورا مهما فيها، لأن البلدين من مصلحتهما ألا تكون هناك مشاكل وسياسات تحاور ويتم محاولة الاستمالة أو محاولة لنقل الزعل من بعض الجهات الأخرى. فالعراق أيضا استكمال مشروع الشام الجديد أعتقد أنه سيشكل مشروعا انتقاليا مهما، ومشروعا يمكن الاعتماد عليه في علاقات الإقليم وترتيبات الإقليم الجديدة. نعم، طيب يعني أخيرا، في عهد حكومة رئيس الوزراء السوداني يعني نجد أن العراق أكثر انفتاحا
على محيطه العربي، ونجد أنه يحاول أن يمد جسور التعاون أكثر مع الدول العربية في هذه الفترة. هل ترى أن الحكومة العراقية قد تكون لها في هذه المرة، حكومة السودان قد يكون لها أداء مختلف عن كل الحكومات العربية السابقة في هذه الحالة فيما يتعلق بالروابط العربية مع العراق؟ اعتقد انه السوداني اهميته انه اخذ قرار جريء خارج التحالفات السياسيه التقليديه في العراق، واتي من الخلفيه الدينيه الشيعيه سياسيا، ومعنى ذلك ان العراقيين اصبحوا الان او بداوا يتجاوزون الخندقه السياسيه داخلهم، ان نحن هذا تيارنا الطائفي او هذا تيارنا السياسي فيحتم علينا بالضروره ان نتعاون مع ايران وليس غيرها، هذا توجهنا يتحتم بالضروره. اصبح الان هناك مصلحه عامه عراقيه. انا احيي في السيد السوداني شجاعته ومبادرته للخروج بزياره الى عمان والحديث عن مواصله سياسه التقارب مع الدول العربيه التي انتهجها سلفه الكاظمي، فهذه امور تدعونا للتفاؤل. ونحن امام العراق الشقيق واهميته في المنطقه، لا ندعو الله الا ان يكون مشوا في الطريق، الا ان يمضوا بالطريق الصحيح. هذه مساله مهمه واساسيه للجميع. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا هاتفيا من الأردن السيد سامح المحريق الكاتب والمحلل السياسي الأردني.